برضو مع اللير. اللير فيها اوبشن كتير كلهم بيساعدونا ان احنا نعمل حاجات تانية مختلفة عن بعض. شوفنا المرة اللي فاتت لما عملنا كليك على لير واخترنا الشيفت، انا دلوقتي داس على الشيفت وبكليك على لير تانية، بيجمع لي التو لايرز مع بعض، وبمجرد ما اتحرك بيهم مع بعض بيبقوا هما سيلكتد هنا جوه اللايرز وهنا جوه الكانفاس. وقدرنا نعمل لينكينج في المره اللي فاتت، وقدرنا نعمل حاجات تانية. في اوبشن تاني مرتبط باللاير مع الكنترول. لو انا هروح على لاير 3 اللي هي الثمره بتاعتي وهدوس كنترول، بص على الشكل بتاع الكيرسر بتاعي ايه اللي هيحصل له. انا هدوس دلوقتي كنترول، بص انا بدوس برفع صبعي وبحطه التاني على كلمة كنترول، على كنترول. لو هعمل كنترول وكليك هعمل لي سيليكشن جوه الكانفاس لللاير بتاعي. ولو رحت على اللاير اللي تحتها اللي هي اسمها اخضر ودوست شيفت هقدر اسلكت اللاير التانية كلاير. ولو دوست كنترول والشيفت الساين بتاعتي هتتغير للمربع وجواها البلس، يعني انا هضيف التو سيلكشن دول كسيلكشن كاكتف سيلكشن جوه الكانفاس بتاعي. لو عملت ديليت دلوقتي، ده اللي اتعمل له ديليت، اتعمل ديليت للتو لايرز دول، لكن السيلكشن بتاعهم لسه موجود. يعني انا ممكن اجي على السيلكشن ده واعمل alt و delete فيعمل له fill بكولر تاني. تمام، برضو انا هرجع للهيستوري السناب شوت اللي انا مسيبها وهوريك اوبشن برضو تاني مرتبط باللاير اسمه clipping mask. الكليبنج ماسك بيشتغل بالشكل الاتي، ان انا لو رحت على اي لاير عندي وقلت له كرييت كليبنج ماسك، الاول انا دوست رايت كليك على كرييت على اسم اللاير كرييت كليبنج ماسك، ومجرد ما هدوس كرييت كليبنج ماسك هلاقي حاجتين ظهروا. اول حاجه اللاير اللي تحتها بقت اسمها اندرلاين، وبقى فيه داون ايرو، ايرو السهم بتاعه بيشاور على تحت بيقول لي ان دي بقت ملك دي. يعني ايه دي بقت ملك دي؟ يعني كل المساحة الترانسبيرنت اللي موجودة في الايمج بتاعتي اللي هي اللاير 3 ما بقتش موجودة خالص، وكل البيكسل داتا بقوا موجودين بس ما بيظهروش غير من خلال اللاير اللي بتملكها. اوكي، عشان نشوف الكلام ده انا هاخد انا فعلا معايا الموف تول وهبتدي اتحرك بالاخضر زي ما احنا شايفين. لما بنتحرك الثمرة بتاعتنا بتظهر كلها، بس ما بتظهرش غير من خلال ايه؟ الجزء اللي بتعرضه اللاير اللي لونها اخضر. ولو اخدت الثمرة نفسها وابتديت اتحرك بيها برضو نفس الحكاية، كأن اللاير الخضراء اللي هي اللاير اللي لونها اخضر بقت ماسك للاير اللي فوقها. لو عوزنا نعيد الكلام ده بشكل تاني هوريك اوبشن تاني. الاول انا هكليك على دي رايت كليك وهعمل ريليس للكليبنج ماسك، هرجعهم لي زي ما كانوا. اوكي، انا هاخد اللاير اللي هي لاير 3 وهدرجها في النص ما بين اللايرز كلها، وهكليك على اللاير اللي لونها اخضر وهكليك مع الشيفت كمان وهاخد اللاير اللي تحتها، وهما الاثنين مع بعض هقول لهم كرييت كليبنج ماسك. اوكي، زي ما انت شايف اللاير كل الجزء اللي موجود جوه اللاير اختفى. تمام، مش فاضل منه غير المتقاطع مع البيكسل داتا من اللاير اللي تحت. اوكي، يعني لو انا
الداتا بتاعتي الثمره دي اكبر من كده، الماسك ده او الشكل ده الكليبنج ماسك ده هيبقى اكبر من كده. لو عاوز تشوف الكلام ده انا هروح على اللاير 3 اوكي، وهعمل هايد لدول، وهروح اقول له شو ترانسفورم كنترول، وهبتدي اكبر دي كده واكبر دي كده اوكي، وهبتدي اروح على اللايرز الثانيه. الاول المفروض اعمل كليك هنا اوكي، مفيش حاجه بتظهر غير اللي موجود التقاطع الاثنين مع بعض. لو ابتديت اتحرك بالابل بتاعتي او اتحرك بالثمره بتاعتي ده اللي بيحصل. هرجع للهيستوري تاني وهرجع للسناب شوت اللي انا كنت عليها، وهعمل ديسيبل للشو ترانسفورم، واسيبك دلوقتي تجرب اللي انا كنت بعمله. وبقول لك جرب بايدك، مش المفروض ان انت تتفرج على الدروس كلها ورا بعض، المفروض ان انت بعد كل درس او كل اتنين تمشي ايدك في اللي انا كنت بعمله علشان يثبت معاك. اشوفك الدرس الجاي مع برضو اللايرز ومع اوبشن تانية مختلفة مرتبطة باللايرز. اشوفك الدرس الجاي.